يعني انت جاي يا معلم دلوقتي تكدني براس مال اللي بياكلوا السمك في البحر دلوقتي؟ لا الف سلامه على راس مالك من الغرق والنار واي حاجه تاكله، بس انا بفكرك ان الحاج حسنين القماش هيفضل كبير السوق، حتى لو صبيانه كده رجلهم شدت وقفوا على حيلهم بقى عندهم دكاكين وصبيان برضه هيفضل كبير السوق، واحنا ما بنسيبش حقنا. علاقه اي ست بالموضه هي علاقتها بثقتها في نفسها، احساسها بجمالها وانوثتها وبتحسن مزاجها. بس انت اللي فكرك بالدكانه بعد العمر ده كله يعني؟ هو ايه كل الاسئله دي؟ هو انت حكم دار السوق؟ ايه ده، انت عرفتيني ازاي؟ انا اسمي طه القماش، حكم دار المحروسه كلها. تحسيني شبه الناس اللي في السوق كده، لا في لبسه ولا في كلامه. دايما كنت بسال اي اتنين متجوزين انتوا ازاي قابلتوا وحبيتوا بعض؟ كانوا دايما يردوا يقولوا النصيب ساعته مظبوط. طه لا له في شغلنا ولا في شغل السوق، نفتح لهم الدكانه عشان يمسكوا في خناقه بعض فيها كل يوم. انت شاغل بالك ليل ونهار بالخل يا اخي، رد للناس حقوقها، يمكن ربنا يفتحها علينا. قولي لها انه هيعيش عشان يندمها هي وعيلتها، وان هو هيذلهم واحد واحد. لقيت ورق في دولاب جدي مكتوب عليه الحجه ورسومات كده وكلام كتير. انت ما بتفتكرنيش غير في شهاده الزور بس. وانا اللي يجي على مصلحتي اهرسه. ربنا يتوب علينا من شغل الانجليز ده، وعلى ربنا ما ياخدهم ناخد احنا منهم اللي نقدر عليه. حضرتك متلفقه يا ابن نعسه، وما تخلش على عيل صغير في اللفه. بلاش انا اطع، انا بخاف ابلع ريقي حسن اتسام. ما تقلقش، الحياه ما بتبلعش سمها. طه ده لو اخر راجل في الدنيا انا مش همد ايدي علشان اسلم عليه. السوق ده طول عمره سمعته نظيفه، مفيش رجل عسكري واحد عتبته. تيجي انت تبوظها من النهارده مالكش مطرح في السوق ده. كنت اتمنى الموضوع يبقى سهل كده طه زي ما انت شايف، لكن للاسف انت ما عندكش اختيارات كتير. ما هو واحد فيكم لازم يموت وانت خساره في الموت. طب اللي عشان النبي يصلي عليه ويسمع الكلمتين دول عشان مش هقولهم تاني. اللي هيجي جنب فرشتي اللي هفتح له ارض قريب قبل الغريب، واللي شايف نفسه لسه في عافيه يستجرب قصادي.